المجد للإنسان، لولاداته المتكررة، لاختراعه الجدوى في النهاية، لقوة مرونته ومرونة قوته. المجد للإنسان الذي يستطيع أن يموت ألف مرة ثم أن يكون ألف مرة غيرها. المجد للإنسان الذي يبصق الضجر ويخترع الدهشة ويعيش الأخطاء ويشرئب للصواب ويضيء في الانتصارات. المجد له وهو الخاشع في الهزائم ويحاول حتى النهاية. المجد للإنسان الذي يصنع حياة وينغمس فيها ويخلق من مجموعة تناقضاته معنى خالدا، الذي يحب ويمرض وينطفئ ويستسلم ويسلم ويستيقظ أقوى وأفضل. المجد للشيء العظيم الذي لا يهدأ في داخلنا، الشيء الذي يجعلنا نحاول ونكبر ونفهم ونحاول وننهض. الإنسانية مجد، والمجد للإنسان. ولأن الإنسان هو مركز الاستثمار الثقافي، جئنا هنا نكتب متنا جديدا يعنى بالإنسان وعقله. فأهلا ومرحبا بكم في برنامج متول. متن يعد باكورة الإنتاج الأدبي لكاتبه، جاء في اللغة العربية وخصوصا علم الصرف، إذ أن الأركان الثلاثة الأولى من الأرجوزة في علم الصرف، وهي تمثل ثلاثة أرباع الأرجوزة باستثناء أبواب قليلة في علم النحو والأدوات النحوية، كما توجد أبواب في علم الرسم. وقد قسم الشيخ المحقق أرجوزته إلى خمسة أركان: الأول الذي جاء في الأفعال وتصريفها، والثاني في الأسماء وتصريفها، والثالث جاء مشتركا بينهما، والرابع خصص للمفردات، والخامس كان في الرسم. ويتضح من خلال النظر في عنوان الأرجوزة أنها خالصة في علم التصريف، لكن الذي يقرأ محتوى الكاتب يدرك أنه كتاب لغوي يحتوي مسائل صرفية ونحوية وصوتية وطرق للرسم بالكلمات، وذلك يعود إلى الترابط بين علم الصرف وعلم النحو، كما هو ظاهر في مؤلفات علماء العربية. متن مقاليد التصريف لمؤلفه ومحققه سعيد بن خلفان الخليلي، وهو متن عماني حري بك أن تقرأه. في جغرافيا اليابان وسحرها الذي لا ينتهي، تأتي هذه الرواية الميتافيزيقية تحكي عن عوالم وعجائب وغرائب في سرد متماسك قدمه العجائبي بقلمه الرائع هاروكي موراكامي. رواية تقدم فلسفة وجودية بطريقة سريالية، تجد في صفحاتها الأسماك تسقط من السماء، وبين سطورها تتعرف على البطل الذي يجيد التحدث مع القطط. بقدر ما هي رواية فلسفية، بقدر ما هي تحتفي بسحر الحياة وجمالها، إنها تجمع بين مباهج الحياة وسراديبها المظلمة حتى تتمكن من التماهي مع محيطك وتتواصل مع الآخر بطريقة أسمى. رواية كافكا على الشاطئ. صدرت رواية كافكا على الشاطئ عام 2002، وعرف عنها أنها رواية فلسفية كتبت بأسلوب سريالي لكاتبها العجائبي هاروكي موراكامي. وتناولت الرواية سر الوجود بعفوية جعلت من يقرأها أيا كانت ثقافته يستشعر أنها تلمس جزءا منه وتشبهه في مكان ما. أثارت الرواية الكثير من الجدل بسبب الجو الفلسفي والغرائبي الذي يسودها. تنقلت الرواية في عوالم وأزمنة مختلفة، وتقاطعت بين خطين عجيبين، وتماهت مع الموسيقى الأوروبية وحاورت الأدب الأمريكي، ثم جالت في سحر ألف ليلة وليلة. وقد حصلت على جائزة فرانز كافكا لأجل هذه الفوضى التي سماها الفيلسوف الألماني نيتشه الفوضى الخلاقة. تتحدث الرواية عن شخصيتين متوازيتين، الأولى شخصية البطل كافكا تامورا الذي يبلغ من العمر 15 عاما ويعيش مستقلا بسن مبكرة،
وينتقل من طوكيو حيث يعيش والده إلى تاكاماتسو بعد علمه أن أمه وأخته يعيشان هناك بعد انفصال والدته عن أبيه. يتعرف كافكا في أثناء رحلته إلى معان جديدة للحياة، ويلتقي بالعديد من الأشخاص الذين يشكلون عاملا مهما في مسيرته من أجل اكتشاف الوجود والخلاص والقيمة من وجودنا على ظهر الحياة. وتتمثل الشخصية الثانية بناكاتا العجوز الذي انقلبت حياته عقب الحرب العالمية الثانية، فقد أصيب بخلل ذهني نتيجة حادث غريب. وبعد هذا الحادث اكتشف ناكاتا أنه يستطيع الحديث إلى القطط وفهم لغتها. يهرب ناكاتا من طوكيو بسبب تورطه في جريمة قتل والد كافكا، وترسله مشيئة الله إلى تاكاماتسو يكون سببا في فتح المبنى الذي يمثل معنى الحياة لكافكا. رواية كافكا على الشاطئ مليئة بالتفاصيل التي تشير أن الحياة مجموعة من الأحاسيس، وهذه الأحاسيس هي مجموعة من المفاهيم التي قد تحس وتفهم وتدرك. رواية غريبة عن وجود الإنسان ومعناه الأسمى، تغوص في مداخل مجهولة لتصل بشخصياتها إلى نسختها الجديدة. نقف الآن في محطة القول واللغة والكلمة في فقرة قل ولا تقل. لا تقل عندما تريد أن تصف أحدهم أحنى رأسه، وإنما قل حنى رأسه. وإذا رغبت في شكر صاحب المعروف لا تقل أسديت له الشكر، وإنما قل أسديت له المعروف، لأن الإسداء ملازم للمعروف. لا تقل أصغى له، وإنما قل أصغى إليه. لا تقل الأعضاء الرئيسية، وإنما الأعضاء الرئيسة. لا تقل بت في الأمر، وإنما صوب ذلك بقولك بت الأمر. لا تقل تحرى فلان عن الأمر، وإنما قل تحرى فلان الأمر. لا تقل تسلل اللص إلى المنزل، وإنما قل تسلل من المنزل، لأن تسلل مثل سلة تفيد الخروج وليس الدخول. لا تقل أما الآن ننتقل للدرس، وإنما قل العبارة الصحيحة وهي أما الآن فننتقل للدرس. لا تقل وأنت تنطق خشية بكسر الخاء، وإنما قل خشية بفتح الخاء. لا تقل كلنا آذان صاغية، وإنما قل كلنا آذان مصغية. وكل رجائي بأن تكون آذانكم مصغية لهذه الفقرة، فقد وصلنا لنهايتها. ولدت عام 1950 في القاهرة. والدي هو أستاذ علم النفس الدكتور مصطفى سويف، أما أمي فهي أستاذة اللغة الإنجليزية فاطمة موسى. درست في مرحلة ما قبل الجامعة بمدارس القاهرة ولندن، وحصلت على ليسنس الآداب من قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة عام 1971، ثم حصلت على درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية وآدابها من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1973، ثم نلت منحة للسفر إلى إنجلترا، ودرست في جامعة لانكستر لأحصل منها على درجة الدكتوراه في اللغويات عام 1978. قدمت لقراء زينة الحياة وميلدي وشيملو وتحت التمرين والسخان والمولود وعودة وأذكرك. ربما كان لي نصيب من اسمي، فوضعت الكتابة هدفي الأسمى الذي قدمني للبشرية. هذه أنا أهداف سويف. ولدت الكاتبة والروائية أهداف سويف في محافظة القاهرة عام 1950. درست سويف في مرحلة ما قبل الجامعة بمدارس القاهرة ولندن، ثم حصلت على ليسنس الآداب من قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة عام 1971، وأكملت مشوارها الدراسي لتحصل سويف على درجة الماجستير في اللغة الإنجليزية وآدابها من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1973. نالت منحة للسفر إلى إنجلترا، هناك درست في جامعة لانكستر لتحصل على درجة الدكتوراه في اللغويات عام 1978،
متمعنين لمحطاتها الوظيفية، نجدها قامت بالتدريس في آداب القاهرة في بداية السبعينيات، ثم سافرت إلى لندن للدراسة واستقرت هناك. تزوجت من الكاتب والأديب والشاعر الإنجليزي المعروف إيان هاميلتون، وهو ناقد أدبي له مكانة مرموقة بين الأدباء الإنجليز. صدرت أول مجموعة قصصية قصيرة لها عام 1983، وهي باللغة الإنجليزية معنونة باسم عائشة. ثم صدرت لها الرواية التي قدمتها للعالم الأدبي ولقرائها في عين شمس عام 1992. وإلى جانب الكتابة، فقد ترجمت أهداف سويف إلى الإنجليزية رواية رأيت رام الله لمريد البرغوثي مع مقدمة بقلم إدوارد سعيد عام 2005. كتبت أهداف سويف زمار الرمل وزينة الحياة وتحت التمرين والسخان والمولد وعودة وأذكرك، كما خطت في الرواية خارطة الحب التي وصلت لجائزة البوكر. تقول سويف عن فترة كتابتها لهذه الرواية: استغرقت في كتابة رواية خارطة الحب 4 سنوات، ومع عزمي على إنجازها وفق معايير عالية متقنة، ذهبت في مصر إلى أرشيف الأهرام والمقتطف، وكنت أقرأ الإعلانات فأتعرف إلى الذي كانت تشتريه المرأة آنذاك، وطلعت على تفاصيل الحياة اليومية لتلك الفترة، كما استعنت بكتب المذكرات في العالم العربي والغربي حول تلك الفترة التي شهدت بداية الهجوم على فلسطين عام 1905. حصدت أهداف سويف العديد من الجوائز تكريما لعطائها الأدبي، منها جائزة محمود درويش مناصفة بين الكاتبة والكاتب الجنوب أفريقي برايتن برايتنباخ، وكذلك جائزة أفضل مجموعة قصصية من معرض القاهرة الدولي للكتاب عن مجموعتها القصصية زمار الرمل وغيرها الكثير. إن أحد أهم ركائز العمل الأدبي هو نهايته، كيف يغلق كاتبه نصه، وماذا يود أن يقول من رسالة في ختمه الأخير. وتأتي النهاية في أشكال متنوعة، مثل نهاية مغلقة وأخرى مفتوحة، ونهاية صادمة، ونهاية غير مفهومة، وبالطبع نهاية سعيدة. لكن الضوء نسلطه اليوم على النهايات المثيرة للجدل، وقد تكون نهاية مفتوحة لا لشيء، فقط لإثارة الجدل. وكأن هذا اللبس الذي سيتركه للقارئ والناقد سيجعلهم يحفلون به لفترة ليست ببسيطة. نقرأ رواية العمى للروائي البرتغالي خوسيه ساراماغو لنرى إصابة الشخصيات جميعها بمرض هو العمى، باستثناء شخصية واحدة تظل تبصر حتى نهاية الرواية، وهي زوجة الطبيب. يجعلنا الراوي نتساءل لماذا بقيت مبصرة، لكنه لا يجيب عن هذا السؤال، ففي النهاية يبصر الجميع عكس ما نتوقعه. يجعل ساراماغو النهاية مفتوحة على السؤال لماذا لا نرى ما يحدث حولنا، ليس مهما إن كنا سنعمى حقا أو لا، ويعيدنا إلى البداية وإلى التفكير بالعمى كحالة إنسانية يستحق الالتفات إليها. وعلى سبيل المثال للحصر أيضا، نجد في رواية هندباء برية للكاتب الياباني كاواباتا نهاية مفتوحة وقد نستشعر غرابتها، ففيها تنتهي نهاية أخرى، نهاية يقتل فيها الروائي نفسه ويترك الأحداث تخبرنا الكثير عن طريقته في التفكير، فتأتي نهاية محملة بسؤال الجنون وعمى الجسد. وعلى القارئ أن يلعب دور الباحث المتمكن والداري ليكمل الحلقة التي يغرسها كاتب الرواية، فكأنما يبحث عن حلول وأجوبة لنهايات التي لا تليق بالنص، فبعض النهايات تضعف النص ولا تقوم بدورها على أكمل وجه، ربما ليست هي النهاية المناسبة، وقد تكون واحدة من بين سيناريوهات لنهايات عديدة تحوم في ذهن الكاتب. ولكن أغرب النهايات هي تلك التي تكون مفاجئة وسريعة وفي غير محلها، خاصة وأن الأحداث وعقدها ما زالت
قائمة من دون حلول، وسير السرد لم ينتهي بعد. لكن هذا النوع المفاجئ من النهايات يبدو جيدا للروايات الغامضة، بل وأنها ترتكز عليه لكي تزيد من فضول القارئ حول اللغز الذي تقوم عليه الرواية، ليترك الكاتب الباب مواربا لقارئه من أجل أن يزوده بخيوط اللغز في جزء ثاني. فالنقص في مواضع هو كمال سام، لأنه يحفز ويقوي المخيلة ويحمل القارئ للانتقال من مكانه إلى منضدة الكاتب ليصوغ أجمل علاقة بين طرفين يجمعهما النص الأدبي. عندما نستشعر جمال منظر ما وفكرة ما، وحتى عندما تأسرنا شخصية أحدهم، نقول أبها، وهي معروفة ومستخدمة مع الشعب المصري غالبا. فما معنى أبها، وهل وردت في معاجم العرب؟ معنى أبها في معاجم اللغة العربية يعود إلى الكلمة العربية بهاء، وتصف معاني أبها الشيء الجميل والجذاب والمبهر، وتستخدم أيضا لوصف الرخاء والسعادة والنجاح والازدهار. قد تستخدم أيضا لوصف الملابس الفاخرة والزخارف الجميلة والأشياء التي تزيد من جمالها ورونقها. ومن بين مرادفات أبها الكبر والفخامة والنخوة والغطرسة والكبرياء والعجرفة والتيه والخيلاء والعظمة والجبروت. وقد قال علي رضي الله تعالى عنه: كم من ذي أبهة قد جعلته حقيرا. وهنا جاء بمعنى الكبر والنخوة. وكذلك حديث معاوية: إذ لم يكن المخزومي ذا بأو وأبهة لم يشبه قومه. وفي كتاب معجم الغني: أظهر أبها لا مثيل لها أي نخوة. وقيل: ملك ظاهر الأبهة أي العظمة، ويعيش في أبهة تعني يعيش في كبر أبعدهم الله عنا. أما عن الأضداد لهذه المفردة فهي كل ما يعني البساطة في أسلوب العيش، مثل الاتضاع والتواضع والخشوع والوداعة والإذعان والاطمئنان والتضلع وغيرها الكثير. إن للقدر والصدفة كلمة ليجمعا الثنائي المميز، حيث التقيا لأول مرة في الإذاعة اللبنانية. في وقتها كان هو ملحنا مبتدئا يعزف على الكمان بخجل أمامها، وهي المطربة المعروفة للناس. استمتع عاصي في اللقاء الأول بصوت فيروز، وظل هائما في عربها الصوتية. وحل اللقاء الثاني بينهما بعدما طلب حليم الرومي رئيس القسم الموسيقي في الإذاعة منه تلحين عدد من الأغنيات لها. جمعهما الحب والفن، هكذا اكتملت العلاقة لتتوثق بالزواج. كان في صوتها جوقة أوركسترا، وعلى ألحان عجنها بفكر الفنان المتمكن خلدا معا الصوت الذي نسمعه كل صباح. الثنائي الفني الثقافي السيدة فيروز وزوجها الملحن عاصي الرحباني. جمع الفن بينهما وعلى ألحانه هودها وصنع لها سحرا لا يقاوم. كلما تجلت وغنت ببحة صوتها العذب، رفق دربها في الفن وقطع بها شارع الحياة. فمع مرور الوقت توطدت العلاقة بين فيروز وعاصي الرحباني، وتحولت من إعجاب ثم حب متبادل من الطرفين ليرسما لوحة فنية عائلية بزواجهما عام 1955. وأنجبا من رحم هذا الحب 4 أولاد، هم زياد وهالي وليال وريما. وبعد زواجهما تعهد الاثنين على التألق والنجاح أكثر وأكثر في سموات حلم الفن. وبالفعل كان تعاونهما مع زوجها عاصي فاتحة خير عليها، وجعل منها أسطورة غناء في العالم العربي والغربي. تعد أول أغنية رحبانية لفيروز كانت بعنوان غروب، وهي قصيدة للشاعر قبلان مكرزل، وقفها بعدد من الأغاني المميزة توزعت على 3 إذاعات اللبنانية والشرق الأدنى والسورية. وواصلا بعد ذلك نجاحهما الكبير وتحولا لأسطورتين في التلحين والغناء. وبعد تواصل نجاحهما قرر ثنائي فيروز والرحباني تأسيس المؤسسة الرحبانية الفيروزية للإنتاج
الأفلام السينمائية لتكون شاهدة على نجاحاتهم التي انطلقت عبر نافذتها. ولكن قصص الحب معجونة بالألم والأسى فلا تخلد إلا بهذا السبب. مع دوران الأيام أصيب عاصي الرحباني عام 1972 بنزيف دماغي ولم يقوى على العمل، فقرر التوقف عن التلحين والعمل، واستكمل ابنه زياد الرحباني المشوار من بعده، ولحن لوالدته أغنية سألوني الناس الشهيرة، وحزنت فيروز كثيرا آنذاك، إذ تعد المرة الأولى التي تفترق وتعمل فيها بعيدا عن زوجها الداعم والمحب. وظهر هذا الحزن في مقطع الأغنية الذي يقول والأول مرة ما بنكون سوا، يكمل بعدها نجلها زياد مشوار والده ويضع الألحان لأغاني والدته. بزغت الخلافات والمشاكل بين فيروز وعاصي الرحباني حتى وصل الأمر إلى الانفصال عام 1978، وأكمل عاصي ما تبقى من عمره مريضا يرعاه أقرباءه حتى توفي عام 1986. ورغم الانفصال إلا أن خبر الرحيل صعق فيروز، فهو رفيق شرارتها الأولى الذي حملها للنور. وفي إحدى حفلاتها الغنائية غنت فيروز أمام جموع الناس وسالت الدموع بغزارة منها وهي تغني مقطع أغنية سألوني الناس بيعز علي غني حبيبي والأول مرة ما بنكون سوا. بيعز علي غني يا حبيبي ولا أول مرة ما منكن سوا. أدعو الله لأن يؤنسك بما لديك، أن يجعلك تبصر النعم التي وهبها لك وأن تستمتع بها كما يجب. أدعوه أن يمنحك البصيرة لرؤية الأشخاص على صورتهم الحقيقية دون تزييف أو تعديل، وأن يمنحك الحكمة للعيش بالطريقة الصحيحة. أدعوه أن يرزقك الرضا، القبول والقناعة التي تجعل الحياة أكثر رحابة وخفة. هكذا نختم متن هذه الحلقة، نلتقي بكم في متن قادم، وحتى ذلك الوقت في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.